يعني اه الحقوق عموما ما بتصحش، ولكن انتوا اتاخرتوا جدا. لكن حضرتك دلوقتي يعني النصيحه ليكم انكم ممكن تتجمعوا وتعملوا اعلام وراثه، اعلام دعوى فرز وتجنيب. نعم دعوى فرز وتجنيب اجراءاتها معقده وطويله، فحضرتك لوحدك مش تقدر تعملها، لازم محامي يقدر يقوم بيها. بس انت هتدله على ان الجد لما توفى ترك ارث شرعي عباره عن واحد اثنين ثلاثه، وان شاء الله هو يكمل.